التيار الكهربائي انقطع أيضاً لدى السيد الشبيبي. أعود إليك سيد البكري مجدداً في ذات المحور، يعني هل كنا بحاجة لضخ مزيد من الأموال من أجل شراء الغاز وعدم بناء محطات غازية تساعد بشكل أو بآخر تعزز إنتاج الطاقة الكهربائية في البلاد؟ متى سيصل المواطن العراقي إلى 20 ساعة يوميا في هذا في جمرة القيظ، أم أن هذه غير ممكنة؟ وأنت مختص أيضا، باختصار لو سمحت. نعم أحسنتم، هذا السؤال الحقيقة يتبادر الذهن أي عراقي متلوع بسبب ملف الكهرباء. الكهرباء، الحل لمشكلة الكهرباء ليس حل واحد، حلول متعددة كباكج متكاملة، من ضمنها الربط الخليجي أو الربط مع المملكة العربية السعودية، الربط مع الخط التركي اللي هو 500 ميجا، وكذلك استمرار الربط مع إيران. هاي الحلول كلها إضافة إلى أنه إحنا سمعنا وتوقع العقد مع 10,000 ميجا واط أو 7,500 مع شركة توتال وشركة مصدر، وهذه الحلول شبه جذرية الحقيقة، يعني بالذات إحنا الطاقة المتجددة العالم كله يلتجئ لها، والعراق من أفضل دول العالم في شدة الإشعاع الشمس الساقط وبناء محطة للطاقة المتجددة. طيب، ثلث وقت بناء المحطة البخارية ونصف وقت المحطة الغازية، وبالتالي استيراد، يعني احنا ما نقدر نقطع مصدر. بالمناسبة احنا من محتاج من 5 إلى 7 سنوات يلا نقدر نستغني اذا بقينا على الوضع عن الغاز الايراني، اضافة لانه اكو مكامن غازية في العراق في منطقة الغربية، هذه المكامن كافية جدا للتعويض على جزء كبير من الغاز الإيراني، وكذلك الغاز المصاحب لاستخراج النفط في جنوب العراق يومي سنويا. غير المستغل، هذا المصاحب غير المستغل أساسا، يعني يكافئ مع فوائده العديدة. سيد البكري، ليس كذلك؟ العفو، بما يكافئ، نعم بما يكافئ 7 مليار دولار يحرق العراق سنويا من الغاز المصاحب. باتت الصورة واضحة. أشكرك جزيلا خبير الطاقة علي البكري مباشرة من العاصمة بغداد. شكرا للخبير الاقتصادي أحمد الشبيبي، كان ضيفنا عبر سكايب من البصرة.